طبعا هذا الحديث المتكرر الإيراني المتكرر عن أنه الولايات المتحدة كانت تحرم الإيرانيين وتحرم استقلال الإيرانيين. الحرب الباردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة بدأت بسبب إيران، بدأت عندما حاول ستالين وأوقف دباباته، حاول انتزاع أذربيجان الإيرانية الشمالية من شمال إيران. رد هاري ترومان قال إن فعلت ذلك سوف تكون بيننا حرب نووية، وهكذا بدأت الحرب الباردة. إذن الولايات المتحدة هي أول من دافع عن وحدة الأراضي الإيرانية في وجه أطماع ستالين والمد السوفيتي. فهناك أسطورة يعني يطل علينا الإيرانيون كل مرة أنه أمريكا سوت وأمريكا فعلت، ثم أنه كما تفضل الزميل السيد الكاشاني كان ضد الانقلاب قم، والحوزة قم كانت ضد كانت مع الانقلاب، عفوا ضد مصدق. فهناك أسطورة جديدة تحاول إيران تقديمها تغير التاريخ أولا. ثانيا ينصب السيد خامنئي نفسه ولي أمر المسلمين، هو لا يقول ولي أمر الإيرانيين وإنما كل المسلمين. ولكن إن أردت أن تعرفي موقف الشيعة العرب، لأنهم أول المتأذين من السيد خامنئي، انظري إلى الانتخابات العراقية في العام 2021، لم تفز الجماعات الموالية لإيران بأكثر من 20 مقعدا، فيما فازت الجماعات الشيعية معادية للنظام الإيراني في العراق بالغالبية 79 مقعد. ولكن يعني صعب التعامل عندما يكون النظام يستخدم هذا النوع من الدموية. حتى رئيس الحكومة العراقي السيد الكاظمي أرسلوا له درون مفخخة حاولت اغتياله، اغتالوا كل المعارضين الشيعة لإيران في العراق، ثم يقول نعم. لك ابقى انتخابات نزيهة. نعم لا ابقى يمكن معي أن تكون ابقى معي انتخابات نزيهة على هذا الشكل. سأعود إليك، ولكن